في العناوين: انتفاضة شعبية حاشدة في وسط بيروت رفضا لزيادة الضرائب ودعما للسلسلة. يا شعبي ضد الضرائب، يا شعبي مجلس حلمية، يا مجلس في البيت، يا مجلس. حاج بقى بيحكي على العالم، نحن عنا وفرة بالمال بس عنا وفرة بالحرامية كمان. زحف درزي إلى المختارة بذكرى اغتيال المعلم. ولبيك إنك ما ينفر وفينا تسيل دماء الجذور. ووليد يلبس تيمور كفية الزعامة. لذا يا تيمور سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير كمال جملاط، واشهر واشهر عاليا كوفية فلسطين العربية المحتلة. والحريري يشارك جملاط بالكوفية الفلسطينية وعدوان يضع وردة على الدرب. من جديد طابت أوقاتكم وأهلا بكم. انتفاضة شعبية حاشدة في وسط العاصمة بيروت رفضا لزيادة الضرائب والرسوم، حيث توافد المواطنون من مختلف المناطق اللبنانية إلى ساحة رياض الصلح لرفع الصوت عاليا ضد السياسة المالية والضرائبية التي تنتهجها الدولة ضد الفقراء والطبقة الوسطى، وآخرها الضرائب والرسوم التي أقرها مجلس النواب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من دون إقرار السلسلة. الأحد الكبير في بيروت امتد إلى المختارة التي شهدت زحفا درزيا من كل اتجاه دعما لزعيم الجبل وليد زنبلاط الذي ألبس نجله تيمور كوفية الزعامة في الذكرى 40 لاغتيال والده مورثا إياه على حياته، وطالبا منه التقيد بوصايا استهلها بالقول: يا تيمور سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير كمال جملاط، واحمل كوفية لبنان التقدمية كوفية المصالحة والحوار. البداية من ساحة الاعتصام الشعبي في رياض الصلح، حيث ينضم إلينا الزميل آدم شمس الدين. آدم يعطيك العافية وأهلا بك، أنت تواكب هذا اليوم الطويل منذ الساعات الأولى. لخص لنا الصورة لو سمحت لمجريات هذا النهار. نعم وعد، يعني كما ذكرت نواكب هذا اليوم الطويل منذ الساعة 11 سواء عند مدخل ساحة الشهداء أو مدخل ساحة رياض الصلح، حيث نواكب هذه التظاهرة الرافضة للبنود الضريبية التي تمت من نشوطها في مجلس النواب، والتي كما بات معلوما تطال الفئات الأكثر تضررا منها الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة. طبعا كان لنا مقابلات عديدة خلال هذا اليوم الطويل، ولكن كما نشاهد في الصورة وعد الوفود المشاركة في هذه التظاهرة بدأت بالخروج من ساحة رياض الصلح ربما إعلانا لانتهاء تظاهرة اليوم، على أن تتجدد أو تستعيد نشاطها أو حيويتها بعد الجلسة المقررة يوم الأربعاء المقبل لإعادة مناقشة البنود الضريبية. وعليه وبناء على ما سيجري في هذه الجلسة يمكن أن نتوقع تظاهرة جديدة أو ربما سلسلة تظاهرات جديدة المطالبة بعدالة توزيع الضريبة أو عديلة توزيع الضرائب، وكي لا تطال فقط الفئات الفقيرة والطبقات المتوسطة. كان لنا عدد من المقابلات خلال هذا النهار الطويل مع مواطنين قدموا من كافة المناطق للمشاركة في هذه التظاهرة، وأيضا شخصيات سياسية حزبية وأيضا مستقلة. كان لنا مقابلة مع الوزير السابق شربل نحاس واللواء جميل السيد وعضو مكتب السياسي لحزب الكتائب سارج داغر، سنستمع إليها في هذا التقرير. وعد، شكرا آدم. وقع البلد اليوم أنه نحن لا نفتقر إلى المال ولا نفتقر إلى الموارد لحتى يكون في هالمبالغة في تحميل الناس، خاصة مثلا على سبيل المثال الصغير من 6 أشهر
انعمل هندسه ماليه من قبل مصرف لبنان، ربحت المصارف بخلال الاشهر الماضيه 5.5 مليارات بينما السلسله كلها بتكلف مليار دولار. طيب لو ربحوهم مليار، الاربع مليارات الزياده اللي اخذوهم كانوا كافيين لحتى يسكروا السلسلة ويأمنوا موارد إضافية للدولة. لم يفرض شيء وانفرطت الجلسة لما وصلوا للبند اللي بخص المصارف. حاج بقى ضحك على العالم وحاج بقى يتحججوا انه واتس اب طير الجلسة. يلحقوا على الواتس اب يلي كان من خلاله عم يصرفوا مرتين 50 مليون دولار لشينوك وغير شينوك، هاو بدنا نستردهم. حاج ضحك على العالم، مش هالقد فيهم يمر اخبارهم بكفي. في باحد البنود الضريبيه يعني رفع الضريبه على الفوائد من 5 إلى 7%. نعم. تحديدا بهيدا البند من يتاثر اكثر، اصحاب الودائع الكبيره ام اصحاب الودائع الصغيره؟ الجواهر كثير هين، لازم لما بتفرض ضريبة على الإيرادات من الفوائد تكون على القليلة أعلى من الضريبة اللي محطوطة على شغل الناس وعلى أجورها، مش 5% 25%. بمقابل هالشي كل مواطن بحق له يرفع السرية المصرفية، لأنه هيدا المجمع قرشين لآخرته مش مستفيد من السرية المصرفية، ولما بيرفع السرية المصرفية تعفى كل الموارد من الفوائد لحد المستوى يلي هو عم بيأمن استمرار العيال. حاجة تحججوا، لا سرية مصرفية ولا 7% ولا 15%. القضية تعديل بالنظام الضريبي، الأرباح العقارية بده ينشال منها 40 و50%. نحن عنا وفرة بالمال، بس عنا وفرة بالحرامية كمان، ما عنا نقص بالمال أبدا. واليوم ما نجي نحن نحكي بأي صفة حزبية، وأنا هلأ حتى يعني هيك بصراحة، نحن كل يوم عنا منبر، اليوم ما رح نحكي، اليوم الحكي عن حكي الشعب اللبناني، رح يقول للسلطة أنه هيدي الضرائب مرفوضة، هيدا حجم التحرك لا أكثر لا أقل، في ضرائب جائرة، رايحين نجيب مليار من جيبة الفقراء بدل ما نجيبه من جيبة الفاسدين، لا نحن هذا الشيء ما رح نقبله، ونحن موجودين هون كلنا كمواطنين لبنانيين لا أكثر لا أقل. أول شيء الله يسمع منك يصير كتلة الكتائب تقدر تعطل النصاب، بفتكر نحن عنا 5 نواب كانوا حاضرين بالجلسة، يعني بفتكر مش معقول 5 نواب يكونوا طيروا النصاب، بعتقد اللي طير النصاب هن اللي بالبريك الغدا كانوا محاضرين ورقة مطبوعة، كيف كانوا عارفين أصلاً إنه رح يروح النصاب طابعين الورقة. ونبقى مع تظاهرة الحراك الشعبية التي شارفت على الانتهاء في وسط بيروت، أيضا مباشرة مع زميلة رشال كرم. رشال، منذ بعض الوقت كنا شاهدنا تعزيزات أمنية تلاها مباشرة إعلان بعض القوى الانسحاب من أو إنهاء المظاهرة لهذا اليوم. أعلنت بعض القوى الانسحاب. نعم، فقد أعلنت الكتابة اللبنانية إنهاء التظاهرة لهذا اليوم، وبدأت الحشود بالانسحاب من ساحة رياض الصلح. بالنسبة إلى الكتابة اللبنانية انتهت هذه التظاهرة. نعم. وعد، ولكن بعد الساحة بالنسبة برياض الصلح ممتلئة، بعض الأشخاص موجودين. صحيح صار في نوع من استفزاز متبادل إذا صح التعبير بين القوى الأمنية وبين المتظاهرين. أنا حجرب قد ما بقدر فوت لجوا، طبعا كاميرا ما حتقدر تلحقنا، ولكن رح نجرب نقرب، لأنه لاحظت قبل ما نطلع هوا وعد بشوي فتت وشفت أنه القوى الأمنية وقفت تأهبا، ولكن أيضا بالمقابل وصلت أيضا مكافحة الشغب، قوى مكافحة الشغب بشكل طفيف، يعني ما بنقدر نقول أنه انتشار ما بنقدر نقول انه مكافحة الشغب بكل قوتها نزلت على هذه الساحة، ولكن اقله بعض التعزيزات الامنية شباب لو سمحتوا شوي، شو الاشكال اللي صار؟ ما في كاميرا، بس بدي حدا مدي سؤال، بدي عزبك بس. شو المشكلة؟ بليز اسأل الشباب. عم بسألك ما بتحب انت؟ لا اوكي، شكرا لك. واضح وعد بانه هناك اي احتكاك مع المتظاهرين. الله معك يا لولو. عشان ماما واضح بانك ايضا من المتظاهرين على قدر ما في الأكثرية، يعني تدعو الى الابقاء على هذه السلمية. في المقابل دعيني أذكر إلى
خبر مصدره أمني لقناة الجديد بأنه كانت هناك محاولة افتعال مشكل في ساحة الرياض الصلح، تم على إثره تعزيز وجود القوى الأمنية. وعد يعني هذا كان أصلاً متوقع بأي لو سمحت صحيح بأي تظاهرة إن كان نعم. من بعض الأشخاص اللي ممكن يفتعلوا بعض المشاكل أو من قبل متوقع ومختبر أيضاً كما في المرات السابقة. رشاد بك توقف وراي ومغمض على حالك ليه؟ من شو خايف تعمل؟ من الظلم يلي هن إذا شي شفوا صورة واحد بفتش عليه وبينزلوه. لما كلنا ما حدا حاطط على وجهه العالم انا حاطه، ليش انت اذا بتعمل شغب بتحط على واحد؟ انا عم شغب نزل صور انا بس لانه هن هودي دوله ظالمه كرمال هيك مش اكثر ولا اقل. انا بقصد الكل كشفين على وشهم. الكل بقصص صورهم مع مخابرات الجيش مع مخابرات الدوله ومخابرات الامن العام. هلا هاي دوله ظالمه ما في حق، كلهم حراميه من صغيرهم لكبيرهم، ما في ولا واحد منهم منيح. هذا موضوع اخر. انا بقول ليش انت لابس، ليش من شو خيفين حاطط هيك؟ من الظلم اللي عندهم فقط. يس yes. شكرا. يعني كان في بعض الاشخاص وعد اللي طبعا في بعض المخاوف الامنيه وتحديدا بايام الحراك المدني كان يصير بعض التوقيفات لهؤلاء الشباب اللي كانوا يتواجدوا بتظاهرات، ولكن لم يكن من غير المتوقع ان يكون بعض الاشكاليات، ولكن حتى الساعه مضبوطه بشكل كبير، حتى الساعه لم تتطور هذه الامور الى اكثر من احتكاك مع القوى الامنيه. نحن ما بدنا ننسى ان دول الشباب اللي واصلين واللي موجودين بالصفوف الاماميه هم ايضا لهم وجعهم، ايضا لهم حرقه قلب، هم ايضا يعتبرون بان هؤلاء الضباط هؤلاء الدرك هؤلاء هذه القوى مكافحه الشغب هم أيضاً يطالبون كشعب لهم بسلسلة الرتب والرواتب، وهم أيضاً حريصين على أن يقدموا أن الأفضل لهم من خلال سلسلة الرتب والرواتب. هذا القهر قد يولد بأكثر من ظرف، بأكثر من أي احتكاك بأي مشكل، ولكن برجع بقول يعني عدم تضخيم الأمور، لأنه فعلاً الأمور إلى حد كبير مضبوطة. حتى إذا منشوف رح أطلب بس من المصور سعد عيادي، فرجينا السراي من فوق القوى الأمنية وقفت. عادة مثلا كان يبقى يكون في خراتيم المياه بعد ما استخدمت، مع انه هي موجوده بالساحه وتحديدا تحت السراي. برجع بقول مثلا قوات مكافحه الشغب ما انتشرت بعد الاسلاك الشائكه موجوده فوق بالسراي ولم تفصل بينهم وبين المتظاهرين. هدول فقط عم جرب نقول وعد انه منه الوضع مؤزم قد ما ممكن يعني يتم تصويره، او قد ما ممكن انه مثل واحد يعني قاعد وناطر انه اي ساعه بدها تدبك بيناتهم. هذا الموضوع مش كثير مظبوط. يعني اكثر العلامه اللبنانيه الشعارات ايضا الهدافات اللي موجوده بهذه الساحه. قلت لي شو هو ليش مش انت، انا بدي انت بتشوف انت شو بدك، شو بك ليش عم تقولي لي عنه هو بيحكي باسمك؟ اسمعي بيحكي باسمك هو؟ لا هو مش بده يحكي باسمي، نحن جايين نحكي باسم كل لبنان اصلا وكل الشعب اللبناني. وبدنا الدوله اول شيء تهتم بشعبنا، تهتم بالحكمه، تهتم بكل شيء موجود بلبنان. قايلي لي انت شو بدك؟ انا بدي اول شيء ما بدي حدا يرجع يموت على بوابه المستشفيات. هيدي اهم شيء بدنا اياه بلبنان، واهم من اي شيء ان كان طبابه تتامن للشعب اللبناني، بكل الشعب اللبناني. مش الفقير بده يدفع والغني بده يكون في له واسطه على باب المستشفى وما يدفع، هو اللي قدران يدفع بهيدا البلد. حضرتك من وين جاية؟ أنا من معركة. من معركة؟ صور. وحضرتك كمان؟ من معركة. هيك هلا صار فيك تحكي، شو بتختلف عنا بالرأي؟ نفس الآراء اللي عم تحكي، ومثلنا مثل كل هالناس اللي نزلت. كل هالناس اللي نزلت، الناس اللي ما نزلت، هل هي بالنسبة لك عالم مرتاحة؟ لا مش بالعكس. عالم شو؟ أنا بالنسبة لي الناس اللي نزلت هي المرتاحة للدافع عن حقوق الناس اللي هي بعدها قاعدة. الناس اللي ناطره احزابها واللي ناطره للسياسيين اللي هن بيمثلوهم وبيعتبروا الفقير اللي عم يضل نايم بالبيت، نحن نزلنا كرماله. نحن كل اللي شفتهم هون ما في ولا واحد فقير، كلنا مرتاحين، بس ما بدنا نجوع لنجوع مثلهم، نحن ما بدنا نجوع لنصير مثلهم مرتهنين لاراء السياسيين. انا جاي من صور، من معركه ام الشهداء، نحن كلياتنا دمنا مقاومه، نحن حاربنا وقدمنا دم كرمال انه نحن نرتاح مش لنيجي نقعد هون. بس اليوم حزب الله وحركه امل ما داعيوا للتظاهره، ليش نزلت؟ انا مش مع حزب الله ولا حركه امل، انا ابن جنوب عم بحكي باسمي مش باسمهم، بس طبعا بهموني وبهمني امرهم، طبعا بهمني امرهم. هن دافعوا واشتغلوا وحرروا كل شيء، بس اللي بحرر بكفي تحريره، ما بدنا اياهم يكونوا هون.
اوكي هونيك 100%، بس هون بقلب هيدي مع السلطه السياسيه الفاسده الموجوده هون بالسراي ما بدنا اياهم. هي اول رساله، وللفقراء والمغتربين بحب الفقراء يشوفوا الناس اللي عم تدافع عنهم وينزلوا. نحن كلياتنا جيت، انا جيت من صور من اخر الدنيا كرمال الفقير. كان بقول لك اوكي نزلنا وطلعنا، نزلوا طلعوا شو عملوا يعني؟ اذا بهالمنطق نحن عملنا كثير على مواقع التواصل الاجتماعي بيومين، شفتي كيف تراجعوا كل الناس شافت. وبدي بس احكي كلمه لكم انتم الاعلاميين، انتم غلطانين غلطه كبيره، ما كان لازم تاخذوا ولا اي ممثل حزبي هون. ليش مين قال لك انا قبل مني شفت عم يحكي معك شخص من ليش انه ما له حق يحكي؟ لا اللي جوا ما له حق يحكي، اللي بالسلطه هون مشارك ما له حق يحكي. بس هو مواطن ايضا ولا مواطن بس حكى مش ما قال انا مواطن لبناني مثل ما انا عم بقول مش محزب، هو حكى باسم حزب التقدم الاشتراكي وغيره وغيره كل الاحزاب. انا ما بقبل ولا حتى ابن امل او ابن حزب الله ينزل يحكي هون، بشيل حاله من جوا بعدين بينزل بيحكي هون. بس انت برايك العالم شيء موجوعه شو ما كانت من طبعاً. طبعا موجوعين والكل موجوعين، بس اللي توظف على حساب سياسته وحزبه ما راح يقدر ينزل. بينما انا اللي تغربت 15 سنه ورجعت وعندي اخواتي كلهم مغربين، نازل كرمال حافظ على حقي وحافظ على اخواتي اللي بده يرجعوا لهون ليلاقوا وطن ويشاركونا فيه. شكرا لك. فاذا وعد هيدي كانت الاجواء. طبعا حيكون لنا ايضا رسائل مباشره متلاحقه، ولكن الهدوء بعده موجود برياض الصلاحه. التظاهره مستمره حتى الساعه اقل بظل هذه المطالب التي ترفع من ضرائب والى هناك من تغيير نهج معين وهو محاربه الفساد وايقاف الهدر في الدوله اللبنانيه ومؤسساتها. وعد اكيد رشال شكرا جزيلا لك، سوف يكون لنا عوده اليك تباعا. أمت المختارة منذ الصباح الباكر وفود شعبية حاشدة زحفت من مختلف القرى والمناطق ساحلا وجبلا للمشاركة في المهرجان الذي دعا إليه الحزب التقدمي الاشتراكي أحياء للذكرى الأربعين لاغتيال المعلم كمال جنبلاط. ولفتت مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في هذه المناسبة، حيث سار جنبا إلى جنب مع نائب وليد جنبلاط معتنقا الكوفية الفلسطينية، فيما لفتت أيضا مشاركة نائب القوات جورج عدوان وقد وضع وردة حمراء على ضريح الشهيد. وبعد إلقائه كلمته ألبس زعيم التقدمي نجله تيمور كوفية الزعامة الجملاطية متوجها إليه بوصايا سياسية وعائلية قائلا له: سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير واشهر عاليا كوفية فلسطين ولبنان والأحرار. وذكر جنبلاط أنه منذ 40 عاما وقع الشرخ الكبير، وقعت الجريمة الكبرى بحق الشراكة والوحدة الوطنية، وكان قدري أن أحمل على كتفي عباءة ملطخة بالدم، دم المعلم كمال جنبلاط ورفيقيه ودم الأبرياء الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم. وبعد 40 عاما أوصيكم بأنه مهما كبرت التضحيات من أجل السلم والحوار والمصالحة تبقى هذه التضحيات رخيصة أمام مغامرة العنف والدم أو الحرب. لذا يا تيمور سر رفع الرأس، لذا يا تيمور سر رافع الرأس واحمل تراث جدك الكبير كمال جنبلاط واشهر عاليا كوفية فلسطين العربية المحتلة، كوفية لبنان التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية المقاومين لإسرائيل أيا كانوا، كوفية المصالحة والحوار، كوفية التواضع والكرم، كوفية دار المختارة. وحد أصلان بيمينك وعانق داليا بشمالك، وعند قدوم الساعة ادفنوا أمواتكم وانهضوا وسيروا قدما فالحياة. ننتقل مباشرة إلى ساحة رياض الصلح حيث سجل وصول رئيس الحكومة سعد الحريري ليلقي كلمة بالموجودين. إذا رئيس الحكومة سعد الحريري وصل في هذه اللحظة إلى ساحة رياض الصلح وهو يتحضر لإلقاء كلمة والتوجه إلى المتظاهرين بكلمة. أنا نقول نكون دائما واضحين معكم،
دائما لجنبكم وجنب الناس ووجع الناس. مزبوط في هدر بالبلد، مزبوط في فساد، ولكن نحن حنحارب هذا الفساد. انا حبيت اجي لعندكم هون لقلكم انه نحن ان شاء الله هيدا النوع من النوع من الفساد حننهيه، وهيدا النوع من الهدر ما بيأثر ما تفتح شيء، وان شاء الله هنكمل هالمسيره معكم. شو بدكم تعملوا؟ اسحني شو بدكم تعملوا؟ نعم شو بدكم تعملوا؟ شو رح تغيروا؟ يعني هذا السؤال اللي عم يسألوه المواطنين، يقولوا للمواطنين انه نحن جينا بثقة الناس. معلش نحن بدنا نكمل هيدا المشوار، وهيدا المشوار ما حيكون طويل، ومحاولة وقف الهدر والفساد حنتابعه ان شاء الله. المواطنين بدهم يسمعوا لا للضرائب، رح تقولوا لهم هيك؟ إذن رئيس الحكومة سعد الحريري وصل بصورة مفاجئة إلى ساحة رياض الصلح، ووجه كلمة عبر المكبر الخاص لسيارته إلى المعتصمين، واعدا خلال هذه الكلمة الناس بالعمل لوقف الهدر من المال العام. ومن هناك معنا مباشرة الزميلة رشال كرم. رشال، رشال أنت معنا، استمعنا إلى الكلمة المقتضبة للرئيس الحريري. نحن يعني موجودين من ميلة المتظاهرين، لم نسمع كلمة الرئيس عبد الحريري بحكم الصديق وبحكم الصراخ الموجود. نعم. فعلا يعني لم يتمكن المتظاهرون من سماع كلمة الرئيس الحريري عن ماذا حتى صراحة سمعه، ولكن الواضح بأنه تم رمي الأمانة، رمي أيضا مثل الأخشاب على سيارة الرئيس الحريري. نعم. طبعا الظلمية والحرس الشخصي حاول منع وصول إلى السيارة يعني أو حمايته هو كشخصيا، لأنه مبادرة يعني خرج من السيارة وتحدث، ولكن تحت ضغط المتظاهرين ورمي الأنين الماي ورمي أيضا الخشب خرج وانسحب موكب الرئيس الحريري، لتنتشر الآن قوات مكافحة الشغب بشكل كثيف بينهم وبين الحكومة، بين السراي وبين المتظاهرين الذين فعلا يصرخون ثورة، يصرخون حرامي، يصرخون رفضهم لكل ما هي من وعود ومن طوال هذه السنوات يعدونهم، ولكن لا شيء يطبق. نعم. كان الرئيس الحريري حاول ان يتحدث مع المتظاهرين، انا شخصيا ما سمعتش اي سؤال للرئيس الحريري، ما كنا عم ناخذ معلومات يعني مصرين الشباب برمي نشهد اكيد نحن بدنا ثوره بالسيارات ما زلنا انتم بتشوفوه عبر الكاميرات ايضا. نعم نحن نشاهد بعض الحكومه وعد. نعم، بعد ردات الفعل أو العلامات الرافضة لمبادرة الحريري، والتي اختصرت على كل حال بتوجيه كلمة مقتضبة واعدا بأن الحكومة ستكون إلى جانب أوجاع الناس، وهو ما يعني لم يلمسه هؤلاء المتواجدون في هذه في هذا النهار في ساحة رياض الصلح. لبلاش على الساحة في مكان ما وعد، من ناحية أنه رئيس الحكومة هو معتبر أنه ودي معكم في مبادره لهؤلاء المتظاهرين، ولكن هؤلاء الشباب خلال هالنهار الطويل لاحظنا بانه ما عادوا عم يعني خاصة كان ورد معنا بالخبر السابق أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان بدأ نهاره صباحا في المختارة في عملية توريث سياسية، يعني والآن نزل إلى ساحة رياض الصلح ليخاطب المتظاهرين بلسان المتعاطف والواعد بتحقيق مطالبهم، وأول يمكن شعار يرفعونه بعد
رفع الغبن المادي والاقتصادي عن المواطن هو تحرير السلطة. ولكن يعني لابد ايضا من الذكر بانه رئيس الحكومه الحديثه هو رئيس مصنع الاول يعني اللي نزل اقله على الشارع من فتره او الظهريه. نحن نتذكر في تظاهره الحراك المدني في موضوع المثليات في 2015 يوم رئيس الحكومه تمام سلام عقد مؤتمر صحفي في الشارع وتوجه به الى المتظاهرين ولم ورفع حائطا اسمنتيا انذاك في وجه في يعني نعم. لفصله عن الحريري رئيس حديدي صحيح انه تحدث ربما وعدهم ولكن هم سئموا من وعودهم سئموا من الشعارات سئموا من الاحساب التي من ناحيه يعني تتحدث عن اصلاح وتتحدث عن تغيير وتتحدث عن مال جديد وعن عدم فساد وعدم محسوبيات و و و ولكن في المقابل لا شيء يتغير على الارض يعني هؤلاء الاشخاص اللي سئموا اليوم وعد حميه فقط العالم اللبناني هن من كل لبنان يعني من اللي حكيناهم من كل اوجه وان كنت اشخاص بركي ميسورين ولكن ايضا معتدين اي شيء ما حقهم يسمعوه ليش بدهم يسمعوه. نعم فلا تزال يعني حتى الزجاج ترمى باتجاه السراي. نعم والقوى الامنيه تعمل شاهده على ولكن حتى الساعه الاسلاك شايكه غير موجوده تفصل بين المتظاهرين والسراي ايضا تمام بغش الماي عاده متعودين عليه المتظاهرين بالتظاهرات. نعم يعني بعض الأمور رات الساعة الحالي على إذا رشال تتسارع الأحداث في النصف ساعة الأخيرة في ساحة رياض الصلح من التعزيزات الأمنية إعلان الكتائب اللبنانية الانسحاب لهذا اليوم رفع التحرك لهذا اليوم ثم الوصول المفاجئ لرئيس الحكومة سعد الحريري لمخاطبة المعتصمين وقد لوحظ أولا لا أدري ما مدى ارتباط التعزيزات الأمنية قبل وصوله بوصوله ثانيا أنه لم يتمكن أو لم يبادر أو كان مقررا أن يبقى عند حد معين ويستعمل المكبر الصوت الخاص بسيارته وبموكبه وهو ما أدى إلى عدم وصول صوته إلى أكبر عدد ممكن من المتظاهرين. على كل حال نشهد من خلال الصورة الآن اشتعال الساحة مجددا من حيث الهتافات المتظاهرين عم يسحبوا الحدائق حتى يقدروا يتمكنوا من يكون هناك احتكاك مباشر مع القوى الأمنية. نعم أنا ما بعرف يعني أنا قدام مع المتظاهرين واقف أنه هلا واضح من خلال أنه المتظاهرين الحواجز الحديدية المتحركة حديدية ولكن من الملاحظ بأنه حتى القوى الأمنية لم تحاول أي منعهم أو الاحتكاك بهم هي فقط تقف حتى أنه في الوقت الحالي بعض المتظاهرين يجلسون على الأرض ولم تمنعهم من سحب الحديد مع استمرار الفرقعات النارية التي تلقى باتجاه الآن مثلا بدأ وضع السياج الشائك الحديدي ما بعد الحائط أو ما بعد الكولمية الموجودة باتجاه السراي نشر في الوقت الحالي الشريط الشائك مواجهة مباشرة الآن بين المتظاهرين والقوى الأمنية ولكن إذن المتظاهرون يزيلون الحواجز الحديدية التي تفصل بينهم وبين القوى الأمنية يرفعون الهتافات ضد السلطة والهتافات الاحتجاجية يعني فيما يبدو أنه ردة فعل واشتعال للساحة بعد توجه الرئيس الحريري إليها. Thank you.
إذن الأحداث تتسارع في ساحة رياض الصلح، ولكن الأمور لا تزال تحت السيطرة الأمنية حتى هذه اللحظة. يعني طبعا هناك تخوف ما رغم أحقية المطلب المعيشي الذي نزل من أجله المتظاهرون. والملفت خلال المداخلات عبر الرسائل التي عبر مراسلين في ساحة رياض الصلح اليوم، تواجد مواطنين من مختلف الأحزاب السياسية ومختلف التوجهات الحزبية والسياسية، إضافة إلى المواطنين من جميع المناطق اللبنانية. وترفع الآن بعض الأغاني الثورية والوطنية. كان هناك بعض المداخلات من مناصري التيار الوطني الحر، وهو يعني التيار الذي لا يشارك رسميا في هذه المظاهرة، بل كان هناك مسعى عبر قياديي والتيار ومواقع التواصل الاجتماعي للتنبيه على حد تعبير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نبه مناصريه من عدم الانجرار إلى المشاركة في هذا التحرك المطلبي، وقد وجه عدد من مناصري التيار رسالة إلى رئيس الجمهورية بصفته الرئيس السابق للتيار الوطني الحر وولي أو صاحب العهد الجديد الذي بنى عليها اللبنانيون كما مناصرو التيار الوطني الحر الكثير من الأمال للإصلاح والتغيير، الشعار الذي يرفعه هذا التيار. ونعود من جديد إلى زميلة رشال كرم التي تواكب هذا التحرك. رشال، كنا شاهدناك في الصورة على خط التماس بين القوى الأمنية والمتظاهرون المتظاهرين، كيف هو الوضع الآن بعد إزالة السواتر؟ هل تسمعيني رشال؟ باحتكاك مباشر. نعم نعم، أنا عم بسمعك وائل. نعم تفضلي. كنت عم بقول لك انه من وقت شالوا الحدائد بين المتظاهرين والقوى الامنيه، ولكن لم يحصل حتى الساعه اقله اي احتكاك عنفي بين القوى الامنيه. خليني ارجع، عم بيصير في تدافع من جديد. يعني اللي عم بيكون هو تدافع، مش بس تدافع، نحن ما عم نحكي فقط عن تدافع، عم نحكي عن زجاج، عن عفوا اناني البلاستيك الماي اللي عم ترمى من زجاجات المياه، المفرقعات، تدافع. نعم رشال، هل هناك وجود رشال، هل لاحظتي وجود عناصر من المنظمين في محاولة لتهدئة الأجواء وضبط الأفراد؟ نعم في أشخاص، تحديدا عم نحكي عن مجموعات الحراك اللي عم توقف خط بين المتظاهرين وبين القوى الأمنية، ولكن هذا الموضوع بالنسبة للمتظاهرين أصلا يعني في تعصيب موجود بين الأشخاص وبين السلطة، مشان هيك على قدر المستطاع. خلينا قريب شوي لحتى نقدر نسمعهم. طب ما هي الأصداء التي تلقيتيها بعد قدوم الرئيس الحريري؟ مع احد الاشخاص من المنظمين او اذا بدي اقول من المسؤولين، شو عم تعملوا؟ شو عم بيصير؟ هلا عم نجرب نوقف الشباب، في حماس كثير، عم نجرب نوقف نحن بينهم وبين الدرك. خلص هيدا حماس، عم يتحمسين الشباب، وهيدا ظلمهم عم بيخلوهم يعملوا هيك.
ومجوة رئيس الحكومة لهون هي اللي استفزت الشعب، لأنه لو بده يكون رئيس حكومة عن جد بدافع عن الشعب مش بيجي بس يطلع ويفل، بيوقف قدامهم وبيعطيهم حقوقهم كلهم وبيوقف معنا كلنا، مش بيروح بيوقف بس بيتفرج. بعد بيعتبر انه هو اجى تحت اللي هو لو اجى بده يحكي، هو مش هون بيحكي، هو بيحكي بالمجلس وبيوقف وقفة رجال، مش بيوقف هون قدامنا استفزاز للشعب، بيروح بيوقف بيوقف وقفة رجال بالمجلس. مش بوجهنا. نعم؟ ليش ما اعتبروا استفزاز لإلكم؟ لأنه يا شباب لأنه استفزاز، لو ما استفزاز بيروح بيوقف بالمجلس وبيوقف مع الشعب، مش هون جاي يوقف بوجه الشعب، بده يوقف وقفة صاحب يوقف بالمجلس، بقول لا للشعب لا يوقف حده للشعب. هو بيتكلم مأمور من برا، مأمور من برا ما يكونش رئيس حكومة بلدي. أنت شو يلي شو عم تحكي أنت؟ الحريري إجا يحكي الصحافة ما حكي مع الشعب، هيدا أول شيء. ثاني شيء شو بده يحكي معنا الحريري؟ بده يقول لنا إنه بيو عمل سوليدير من وراء أهلنا يلي كانوا تجار. أنا جدي كان عنده محل قبل ما تجي سوليدير، كان عنده محل قماش ببناية العسيلة، إجا الحريري صاروا تجار بيروت يدفعوا تعويضات كل سنين الحرب، الحريري مصرياته من ورانا، شو جاي لنا؟ شو جاي لنا؟ حرامي 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 حرامي. ليه دمعتي؟ ليه هالموضوع؟ لأنه ما بيقدر يجي يستفزنا ويجي يحكي الصحافة ونحن واقفين هون جايين نطالب بحقنا، نحن كل يوم بنفيق بنقول هي آخر شغلة بنجربها بلبنان، بنتخرج من الجامعات وبنشتغل شغل بيعرف كرمال هيدا البلد بعدنا ما يمنين فيه نحن هون، نحن ما بدنا نفل من هون، الصلاية مش للحريري ولا بيو، الصلاية لأهلنا، الحريري مش مصرية. ثورة 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 ثورة. يعني وعد واضح بأنه الغضب يلي موجود مش عبقول، نحن متظاهرين محل ما نحن كنا واقفين ما سمعوا، يعني ما كانوا عم يسمعوا على الرئيس الحريري. نعم. هني كيف حتضبطوا الامور؟ هل حتدعوا للخروج هلا من الشارع ولا لا؟ مستمرين فيها بهذا الهدوء؟ بالنهايه ما حدا في طلع من الشارع، نحن انهينا اعتصامنا الساعه 2:30 والعالم قررت تبقى بالشارع، ما فيك تطلب من العالم ترجع على بيوتها، هيدي العالم الشارع مثل كل العالم. نحن حنحاول قدر المستطاع نضبط الامور مثل كل مره، يعني بتمنى ما نرجع يتكرر اخطاء اللي صارت قبل. الاشتباكات اللي عم بتصير عم نحاول قد ما فينا نضبطها وقد ما فينا نضلها. بتعرفوا مين اللي عم بكب مفرقعات او امور مشروعه بالنسبه لك؟ ما في بغض النظر مشروعه او مش مشروعه، اليوم العالم ما في حدا في يعرف كل العالم، اليوم ما بعرف قديش العدد اللي كان بالساحه، مين في يحصي مين عم بفوت مين مش عم بفوت، العالم موجوده بالساحه وعالم في عده طرق للتعبير. هلا هذا الموضوع نحن كرمال هيك هنا اعتصامنا قعدت 2:30 والثلاث ارباع العالم يعني بقيت بالساحه ما حدا فال. يعني انت من المنظمين كيف لقيت وصول لرئيس الحريري بعكس رئيس مثلا الحكومه السابق تمام سلام يلي ما نزل لعند العالم، اقل الرئيس الحريري بعد بيعتبر انه نزل وجرب يحكي معكم، هل بتعتبروها بادره فتح باب مد يد؟ انا بعتبره استفزاز اكثر شيء، يعني لانه يلي بده يفتح باب بده يمد يد ما بكون عامل يلي عامله جماعه الوطن مجلس النواب، ما بكون عامل اللي عامله بقانون السلسله. اليوم يلي بده يعطي باده تسني عالم بيلغي الضرائب على العالم يلي حتى غير وجه حق، بحط ضرائب على ارباح المصارف وبيرجع قيمه الانتقال يلي ما دفعه على املاك الرئيس رفيق الحريري، بعدين بيجي بيحكي مع العالم. مش نعم هي هالقصه رسم الانتقال يلي ما اندفع. اليوم كل العالم تعرف انه في قانون لا بيندفع رسم انتقال على قيمه التركه يلي بتنتقل من الاب للابناء. اليوم لما كل العالم تعرف انه قيمه الانتقال ما اندفعت من بيت الحريري عن تركه الرئيس رفيق الحريري، اليوم هيدا لحاله مبلغ بغطي السلسله اكيد يعني، وبقيه الاشياء بتصير تفاصيل فعليا. فبده يعمل هذا الدفوار قبل ما يجي يحكي مع العالم، مثل ما غيره عمل دفوار ورجل مع العالم والعالم قبلته. شكرا لك. فإذا وعد هذا الغضب يعني عم بجربوا المنظمين قد ما فيهم انه يقدروا يدبطوه انه يقدروا الحريري حرامي الحريري حرامي. يعني برجع بقول اقل بالاشخاص اللي نحن قدرنا نحكيهم اعتبروا انه وصول الرئيس الحريري وتحديدا وعد انه ك من مقلب الاخر مع المتصدرين ما سمعناه، فاعتبروه نوع من الاستفزاز واعتبروا انه اذا فعلا هناك جديه بهذا الموضوع خليكم في بد مباشر من السراي وبالقرارات اللي بتلغي الضرائب واللي بتحسس المواطنين بانه الموضوع ما عاد فقط وعود وفعلا تطبيق، ليكون في ايضا يعني
يعني جدية أو إعادة الثقة بين هالمواطنين اللي بعدهم عم يتظاهروا وبين الحكومة والسلطة وأولاء الأشخاص. هن معتبرين أيضا أنه يعني هالتظاهرة الوقت على أشخاص بعضهم موجودين للتعبير عن غضبهم أمام القوى الأمنية فرض الحالة ولإسماع صوتهم إلى السراي. إلى جانب أعلن حزب الكتابة اللبنانية بالانسحاب من رياض الصلح لهذا اليوم، أعلنت منظمة الطلاب في حزب الأحرار الانسحاب أيضا منذ بعض الوقت. بعد إذا منشوف إنه الساحة ممكن تكون بعد عم يعتبر إنه ما عادت ممتلئة كيف كانت مش بس لأنه الأحزاب سحبت مناصرينا أو أنه طلبت. نعم رشال، المعروف أن مشاركة الأحزاب في هذا التحرك هي مشاركة رمزية، ونحن فقط نشير إلى معلومات ترد مع استمرار وجود الجمعيات المنضوية تحت شعار الحراك المدني كما هو ظاهر بوضوح من خلال الصورة. صحيح هذا كان بدي جرب قوله، يعني صحيح انه احزاب دعت ولكن الاشخاص كانوا موجودين، وبالاخص اذا كان في اي تراجع للاعداد لانه مثل اي تظاهر اخرى تحديدا ايام الحراك المدني بس يكون بلش تظاهره يعني تتجه الى اي احتكاك مع القوى الامنيه. صحيح في بعض الاشخاص اللي ايضا ينسحبوا من الشارع على اعتبار ما بدهم يتواجدوا بمحل ممكن يشكل خطر على حياتهم او اي عرضهم لاي خطر بطبيعه الحال. بغض النظر المحزبين، خلينا ارجع اجرب احكي مع بعض الاشخاص. عفوا لا من جديد. لا اذا المتظاهرون في ساحه رياض الصلح كما نلتمس من التصريحات استفزوا من توجه الرئيس الحريري. انت كنت موجود بس الرئيس الحريري؟ مين كان موجود بس اجى الرئيس الحريري؟ انت كنت بس اجى الرئيس الحريري؟ طيب خليني بس وسعوا شوي شباب. وعد؟ نعم في احد الشباب، يعني انت عم تقول لي انه كنت موجود بس اجى الرئيس الحريري، سمعتوه؟ اول شيء حكي شيء ما سمعناه. هلا ما بعرف انت عم كنت عم تقولي لنا انه حكي، كنت عم تقولي لنا انه حكي، هلا نحن ما سمعناه عم يحكي وقلتي لنا عم اقول لك اذا بده يسمعنا سرق نص البلد، اجار حي الله جهاز صوت بالحياه $100 اغلى، في يدفع له كم $200 من المصاري اللي طالعه من جيوبنا كمان، ما انه صدقه منه يفكر يعني انه عم يتصدق علينا، في كان يجي ويحكي اللي عنده رغم ان نحن ما بدنا نسمعه، يعني لا بدك تسمع لا بدنا نسمعه، قلنا كثير بنسمعه، والكل بيسمعه وبيكذبوا كلهم، يعني هو واحد منهم، انا مش عم بسمع يعني مش عم بيجمو بالشخص هو بس عم يجمون كلهم، هو منهم عم اقول لك يعني عم يجمون بالشخصي وعم يجمون كلهم، بده يسمعنا كان سمعنا، كان جاب لنا جهاز صوت سمعنا، اجا بالسياره الشباب نسوا افتحوا الطريق، اول ما نزلت قنينه مي قال انتم هاجمين علينا انتم، يعني ما فهمت انه والله خايف من قنينه المي، اوكي انت خايف من قنينه المي، انا مني خايف من كل هون، بده يجي يحكينا كان بينزل بيحكينا، ينزل يحكينا بنسمعه بس ما حنرد عليه، حنسمعه حيحكي هيك مثله مثل حي الله حدا. عمين بدكم تردوا؟ شو بدكم؟ أنا ليه بدي رد عليه؟ لي 30 سنة برد عليه، هو ولا اللي كان قبله ولا اللي كان قبله ولا اللي كان قبله، غلى معيشة، ليه غلى المعيشة؟ لأنه بعد سنة بدها تنزل سلسلة، بدها تنزل سلسلة هسا بيطلع فوق منها ضرايب، ليه السلسلة بدها ضرايب؟ من دواب عم ياخذوا هلا دده، الزبوطة عم بتروح هلا دده، المصاري عم بتروح هون هونيك، سلسلة ما فيهم يمولوها، دولة كبيرة كلها ما بتمول سلسلة، لك من مصريات الدعارة اللي عم يشغلوها بيطلعوا سلسلة. بس وين البعض بيعتبر انه تابعتون وقت بركي بدهم يعملوا اصلاح عن لحظة اقرب مثل هيدا اللي عملناه الحراك اللي صار اخر حراك وقت ملف النفايات، وين ملف النفايات؟ بعد النفايات هون هونيك. لا عبول انا اسمع لحظة اعطيناهم وقت قلن سنتين باخر ملف نزلنا عليه، ما انا هيدا وما عملوا شيء. ايه. لما نعطيهم وقت هسه مرة تانية كم مرة؟ اسمعني بس وين انا بقول لك انه في البعض بيعتبر في عهد جديد، في رئيس جمهورية جديد انتخب بتشرين، اعطون فرصة حكومية نفسها، نواب هني نفسهم، ونواب هني نفسهم، ونواب هو نفسهم، والرئيس يعني اساسا انه كتلته، انه الرئيس كتلته النيابية على اساس هلا اجت يعني نزلت من فوق، نزلت منزلة من عند الملكة فجأة اجت، ما اساسا كتلته النيابية من قبل موجودة، منها جديدة، موجودة من قبل وقبل قبل.
في بعض الأحيان تطلع كلمات مستفزة، في بعض الأحيان تطلع كلمات ما نسمعها عادة على الإعلام، لأنه ولكن هذا حرقة قلب، هذا هيك عم بيعبروا دول الشباب، هيك عم بيعبروا كل واحد على طريقته عن هالغضب يلي ما في حدا ما بده حل، لأنه مش معقول غير ما حدا بده حل، ولكن بدهم فعلا يصدقوا أنه الحلول جاية، مش أنه الحلول هي فقط وعود ونوع من تهدئة لهذا الشعب يلي وصل اليوم بالعالم اللبناني فقط وعد. راشل سوف نعيد الآن نعود ونستمع مجددا إلى كلمة التي ألقاها رئيس الحكومة سعد الحريري لدى وصوله إلى ساحة رياض الصلح. مزبوط في هدر بالبلد، مزبوط في فساد، ولكن نحن حنحارب هذا الفساد. انا حبيت اجي عندكم هون لقولكم انه نحن ان شاء الله هيدا النوع من الفساد عرب دوب 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 وهيدا النوع من الهدر، مشوار مع حيكون طويل ومحاولة الهدر والفساد. المواطنين بدهم يسمعوا لا للضرائب، رح نقول لهم هيك. إذا تابعنا إعادة للكلمة المقتضبة التي ألقاها رئيس الحكومة سعد الحريري تحت هتافات شاجبة من المتظاهرين ورشق بالحاويات البلاستيكية، ما اضطره إلى مغادرة رياض الصلح. يعني هذه المبادرة من الرئيس الحريري كان بدأها منذ اليوم الأول لبروز أزمة الضرائب في السلسلة، ووعد بفرض ضرائب غير بعدم فرض ضرائب على المواطن والطبقة الفقيرة والمتوسطة، واعدا بضرائب عادلة، وهو ما كرره في نزوله ومخاطبته المعتصمين في ساحة رياض الصلح. إشارة إلى أن الرئيس الحريري قد غرد على موقع تويتر، على حسابه على موقع تويتر منذ دقائق، قائلا: أدعو منظمي التظاهرة إلى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية. إذن الرئيس الحريري عبر تويتر: أدعو منظمي التظاهرة إلى تشكيل لجنة ترفع مطالبهم لمناقشتها بروح إيجابية. ننتقل إلى الزميل آدم شمس الدين الموجود في ساحة رياض الصلح من جديد. آدم أنت معنا؟
هذا، ما هي أصداء الأصداء حولك من حول زيارة الرئيس الحريري إلى ساحة رياض الصلح؟ كيف تلقى الجمهور هذه الزيارة والمبادرة؟ نعم موعد، كما بات معلوما يعني كان هناك غضب وردة الفعل على زيارة أو على محاولة الرئيس سعد الحريري مخاطبة المتظاهرين كانت غاضبة، وكما يعني شاهدنا في الصور كان هناك رشق لزجاجات المياه والرفض للتحدث معه باعتبار أن المطالب التي يطالب بها المتظاهرين معروفة، وهي تعديل أو إلغاء الضرائب التي تطال الطبقة الوسطى والفقيرة، وأيضا يعني إقرار ضرائب مختلفة في مجلس النواب. عموما كانت هناك ردة فعل غاضبة بعد محاولة التحدث مع المتظاهرين، وبعد ذلك جرى هناك نوع من الاشتباك أو التصادم بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وأيضا رمي بعض المفرقعات التي يمكن أن نسمعها الآن في هذه الأثناء. سأتحدث مع وارف سليمان أحد الناشطين في هذه التظاهرة. يعني أول شيء وارف، شو صار وليش كان فيها ردة فعل غاضبة؟ بس خليني أقول شغلي اللي هي رسالة، نحن هون بس ضد الضرائب، لا ضد الحريري ولا ضد عهد جديد. نحن اللي بدنا إياه يوقفوا ضرائب عن الشعب ويعملوها على المصاري في مول السلسلة بالطريقة المناسبة، ولكن مش على حساب الشعب. الأربعة إذا ما بدهم يقروا المطالب طبعا نحن أول ناس حنكون تحت، ماشي؟ هيدي هي الرسالة، خليها توصل. ضرائب ممنوع على الشعب وبس. نعم.